السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام ضمن حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الحاج الدكتور محمد الفيد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. موضوع حلقة هذا المساء عن البن أو القهوة، فكما نعلم أن الكل يشرب القهوة والغالبية العظمى يجهل ما هي القهوة. فالقهوة بذورها تسمى البن، والبذور تحمص وتطحن وتستعمل كما هو شائع عندنا مع إضافة السكر والحليب إلى القهوة طبعا. والقهوة عامة منبه أو منبهة للأعصاب، تسبب الأرق ومفرزة للحموضة المعدة، لذا نشربها بعد الطعام كهاضمة، وهي تفيد في علاج التسمم من المخدرات أو ما شابه. فشرب القهوة يعمل على حرق كمية كبيرة من الدهون، وكذلك في زيادة قدرة الإنسان على ممارسة التمارين الرياضية كمنشطة بنسبة قد تصل إلى 30% عن المعدل العادي، وفقا لدراسة أجراها علماء إستراليين. تبين أن كمية قليلة من الكافيين باستطاعتها أن تزيد من كمية الطاقة الموجودة في الجسم عند ممارسة التمارين الرياضية، فيتقوم بتحفيز العضلات في الجسم على البدء بحرق الدهون، ومادة الكافيين الموجودة فيها يمكن أن تفيد كثيرا من الناس في التخلص من الصداع الناجم عن التوتر أو القلق. إذن مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-361-500 أو 0537-66-1726، أو عبر بريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma، أو عبر البريد العادي برنامج نخل ورمان 1 زنقة البريهي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم الرباط. دكتور محمد الفيد، طبعا سؤالي عريض ولكن يدخل فيه العديد من الأسئلة. أولا، ما هي فوائد القهوة، هذا المشروب السحري الذي يعشقه الناس حتى رائحتها تستطيع أن تهدئ من الأعصاب؟ هناك أسئلة عديدة مطروحة. ما المخاطر التي تسببها عند الإفراط بتناول القهوة؟ وما هي الحالات التي يمنع فيها شرب القهوة؟ ما تأثيرها على الأطفال؟ وما هي فوائدها العلاجية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إلى حد الآن كم مواد يعني غذائية وكم مواد خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون، ومع ذلك لم نذكر منها إلا قلة قليلة، يعني لا تمثل شيئا في خلق الله سبحانه وتعالى، كما يقول في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وشوف الآخر دي الآية: إن الإنسان لظلوم كفار، لأن لو هذا الإنسان الذي سخر له الله سبحانه وتعالى كل هذا الكون لو شكر الله أو ذكر الله، يعني الذكر والشكر، غير هذا الجوج هذا لكان الله سبحانه وتعالى أفاء عليه من نعمه. لأن الله يشترط الإيمان والتقوى باش يزيد النعم دياله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فيشترط الله سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى في هذه الأشياء، ولكن فهذا الإنسان ويجهل تماما هذا الكون، ويجب أن يعيد هذه الأشياء لصاحبها الذي هو الله سبحانه وتعالى. فالقهوة أو البن هو شجر البن، وعلى أنواع، وهو ينبت في مناطق جافة وحارة، يعني مناطق إفريقية مثل كينيا، وكذلك في أمريكا اللاتينية، البرازيل، هي برازيل، شيلي، قاع هذه الدول هذو، ولكن البرازيل هي الآن التي تتصدر الإنتاج في أمريكا، ثم الدول الإفريقية من كينيا وعليا ودول أخرى كذلك، ليس كينيا ولكن هذه هي الدول التي تأتي على رأس الدول المنتجة للقهوة. وهذه لما يكون مادة غذائية تتناولها شركات عظمى، فهي تصبح مادة تجارية وتفقد قيمتها الغذائية. هذا هو الخطأ يعني اللي كاين الآن. لماذا؟ لأن القهوة داخل البورصة، داخل البورصة نعم، وهي الثمن ديالها كيطلع وكيخفض حسب البترول وحسب الدولار وحسب العملة، يعني الذهب أو فعلا. فهذا من ما علاش، لماذا؟ لأن الشركات دائما تأخذ لها مواد
لتضخم يعني الإشهار حولها والأشياء هذه، ثم أن هذا الشراب الآن لا يمكن للمجتمع الغربي أن يعيش بدون قهوة، أكيد لا يمكن، من المستحيل. أي شخص تدخل عنده المكتب يعني هناك قهوة، ثم أن الشخص لما يلتقي معك يلتقي معك في مقهى، حيث كاين القهوة وكاين المقهى، المقهى هو المكان الذي نشرب فيه قهوة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا يعني سيكولوجيا هذا الشراب أصبح في 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 في, في دماغ الناس، دماغ يعني الناس في فكر الناس يعني مرتبط يعني. ويعني ما أعطيك مثل قبل الاستعمار، رغم أن العرب هم الذين اكتشفوا شراب القهوة يعني عجيب. وبعض الفرق الصوفية هي التي اكتشفت الشاي والقهوة، لأن كانوا يشربونه لكي لا يناموا، وهم لاحظوا على أن الماعز الذي كان يرعى على هذه الأشهار لا ينام، لا ينام ولا يرتاح، وكان عجيب. نشط جدا، يقفز بقوة لأن القهوة كتنشط. والعرب كانوا دائما أذكياء، وكانوا أصحاب رجاحة عقل، ماشي أي واحد يعني، كانوا أذكياء، عندهم فعلا. عقل ثاقب، فبداو تياخذوا هاد المواد هذه باش يعبدوا الله، باش ما ينعسوش في الليل كي لا يناموا كثيرا. ثم يعني تطور هذا الشراب، بداو الناس كياخذوه كشراب منبي أو منشط أو شراب هكذا للضيوف أو على أي شيء، ولكن العرب هم سادة هذا الشراب، يعني ليس الغرب، العرب هم سادة شراب القهوة، يعني هذه بس الناس نذكرهم، لأن ليس الغرب هو الذي يعلمنا كيف نشرب القهوة ولا ما هي القهوة. فالعرب لم يكونوا يعرفون شاي، كانوا يعرفون القهوة، لأن هناك نوع اسمه العربية، القهوة العربية العربيكا، وكين الروبيستا، كين أنواع أخرى، ولكن هذه هي الأنواع المعروفة الآن في السوق، ولا يمكن أن نتناول الأرابيكا لأنها قوية جدا، هي مرة، ثم نخلطها وهي الحبوب ديالها صغار شوية وسوداء، يعني تكون الأخرى تكون بيضاء قهوة تعطي شراب أحمر. نعم، هذه الروبيستا كيخلطوا 50-50، وعلى الشخص واش بغا، كي اللي كيبغي قهوة مرة، كي اللي كيبغيها خفيفة، تيخلطوا 50-50 ولا 30-70 ولا يعني على حسب الشخص هو، يعني الإنسان عرف دائما المذاق ديالو، وعرف القدر اللي كيليق ليه في التوابل ولا في السكر ولا في شيء. الإنسان علمه الله سبحانه وتعالى كيف يعيش، ولكن لا يتبع يعني تعليمات يعني في الورق هكذا. شجر هذا الحبوب البن هي خلقها الله سبحانه وتعالى ليس للتغذية، أنا خلق لنا أشياء للطاقة، خلق لنا الألياف الخشبية اللي يعني رمي هذه الفضلات من الجيم، خلق لنا الفيتامينات والأملاح للفيزيولوجيا، خلق لنا مضادات للأكسدة والفيتوستروجينات وهذه الأشياء التي تحفظ الجسم من السرطان، خلق لنا مضادات حيوية موجودة في الطبيعة، ثم خلق لنا منبهات لما لا، منشطات منبهات نمان، هي طبيعية، والقهوة كما تفضلت في المقدمة هي تنشط العضلات، لماذا؟ لأن العضلات يعني تعمل بقوة أكثر، يعني هي تضاعف هذه القوة، ثم أنها تنشط كذلك الجهاز العصبي، ولكن مع الأسف لوقت قصير، أن الشخص لما يشرب قهوة يكون عنده نشاط نعم، ولكن من بعدها يرجع عياه، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يطيق أشياء ولا يطيق أشياء، إذا حملت الجسم أكثر مما يطيق فأنت هذا الجسم تقتله. فالقهوة فيها يعني نحن نتكلم عن حبوب البن، يعني عن القهوة الطبيعية، وليس القهوة كشراب التي يتناولها الناس باش الحديث ديالنا ما يكونش حديث مضلل. حبوب القهوة هي مادة نبات طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأغراض. الإنسان لم يطحن القهوة ويضيفها للخبز، أو لم يعني يطهيها كما يطهي مثل الفاصوليا والعدس والحمص والفول، ولم يعجنها كما يعجن الخبز، ولم يتناولها كما يتناول اللوز والقرقع، أن الله علم الإنسان كيف يعيش، بل هذه الأشياء يعني كيحمصها يعني كيسخنها على النار، تحميص، عملية التحميص شنو هو، كيقليوها على النار كيديروها في الفراح كتقلى حتى تتحمر شوية، على حسب اللي بغى قهوة مرة يقليها بزاف يعني في الفراح، اللي بغاها شويه مزيانه حمراء وحلوه سميتو عليه ما يقليهاش بزاف غير يصهدها ثم يطحنها ويشربها، ما كاين حتى مشكل. وحتى الا طحنوها الناس بدون تحماص بدون تصهد ولا شيء، طحنوها وعملوها ماشي مع يعني مع الماء هي تشرب، يعني ليس هناك اي مشكل. فقليل من يعلم ان القهوه تحتوي على 13% من المواد الدسمه، هي مصنفه مع الحبوب الزيتيه، فعلا هي تقريبا هي تضاهي تقريبا الحبوب الزيتية الأخرى، لأن الزيتون كيوصل حتى 19-20% ديال الزيت في الأول، تيكون يلا 14 ولا 15، ثم أن اللوز والقرقاع وذاك الشيء فيهم كمية حتى 20 حتى 25، كيوصلوا ذريعة الكتان كتوصل حتى 25 من المواد الدسمة من الدهون زيت. والقهوة كذلك فيها زيت، وزيت القهوة هو زيت جيد بالعكس، هو من النوع الممتاز، ولذلك هذه المواد الطيارة هي مواد على شكل حمضيات طيارة، حمضيات دهنية طيارة، ولذلك كتعطي اللي كنسميو حنا بالفرنسية لاروم، اللي كتسمي هذه النكهة القهوة، والناس ملي كيشموا القهوة الطبيعية كتعجبهم، بعض المرات ملي كيشموا القهوة محروقة ما كتعجبهمش.
الا تحرقت القهوه علاش؟ لان هذوك المكونات كيمشيو منها، ولكن القهوه الطبيعيه الا شموا الناس الحبوب ديالها قبل ما ولا ملي كيكونوا يحمصوا كتكون عندها واحد الريحه ما شاء الله، من احسن المنكهات اللي خلق الله على وجه الارض هي ملي كتكون هذه القهوه كتحمص. كنا صغار كان يعني هذو الوالدات ديالنا كانوا كيعرفوا لها احسن من الان، لانهم كانوا كيحمصوا القهوه بيديهم وكانوا كيطيبوها في هذيك الغلايه اللي الساعه اللي كانوا. وكنا ملي كنكونوا جايين راجعين المنزل كنشموا الرائحه ديالها على بعد، وكانوا كيضيفوا لها شعير، يضيفوا لها حمص، يضيفوا لها بعض التوابل الاخرى كيزيدوا نكهه، وكانت تشرب قليل، ما كانوش كيشربوها مع الصباح، بالعكس هي القهوه كانت تشرب في العشيه. قبل استعمار المغرب لم يكن المغاربه يعرفون القهوه، كانوا يشربون شاي. ملي دخلت فرنسا للمغرب طبعا الاستهلاك تاثر بهذا العالم الغربي، ولاو الناس كيشربوا القهوه. الان القهوه في المدينه اكثر من استهلاك القهوه في الباديه، مازال الباديه ما كتستهلكش القهوه بحال المدينه. ثم هذا المزيج ديال الحليب مع القهوه هو من أسوأ ما عرفه الانسان مع الاسف الشديد. هما كانوا كيزيدوا واحد كانوا كيزيدوا واحد القطره ديال الحليب باش تمتص هذيك السموميه ديال 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 القهوه، كي اللي ما يقدرش على القهوه هكذا. ولكن هي القهوه خاصها تكون خفيفه وخاصها تكون طيبه بطريقه عاديه بوحدها. نعم تطيب مع الماء وتصفيوها كما كانت من قبل. اما القهوه اللي كيتناولوا الان في السوق على شكل مصنع، يعني هذاك الدائب، القهوه الدائبه، فطبعا ملي كتصنع الماده ان الصانع مضطر يضيف اليها اشياء حافظه، لان يعني ما خصهاش يعني تكور، ما خصهاش تجمع، ويعني يعني وخاصها تبقى سائله. ملي كتخوي هذاك الباكيه ديالها في الكاس يعني خاصها تكون سائله، الريولوجي ديالها كنسميوه حنا، خاصها يكون هذا. ثم البروبيلانت هذوك اللي كيخليو ذوك الحبوب ديالها ما تجمعش، ما يعطيوش ديموت، يعني ما يعطيوش واحد هذوك يعني كتل كبيره. فالصانع مضطر يضيف لها هذه الاشياء اللي كتحفظها وتخليها هكذا. نعم كنلقاو فيها مواد كثيره من ديال المحفظات، فهاد المواد المحفظه ما هي اللي كتفسد المواد الغذائيه. اما القهوه كماده طبيعيه فالناس كيشربوها وكانوا كيشربوها هي جيدة. فيها 13% ديال الدهون، كاين بعض الانواع في البرازيل، نوع ديال البرازيل اللي كتوصل حتى ل 15% ديال الدهون على حسب المناطق وعلى حسب الوقت اللي جنوها اللي اقتلعوها فيه هذه. ثم كتحتوي تقريبا على 1.5 من الكافيين، ماده الكافيين، هذه 100 غرام ديال القهوه فيها 1.5 غرام ماده الكافيين، يعني 1.5 ما قويه، ولكن ما كنستهلكوش 100 غرام ديال القهوه طبعا، كنستهلكوا 10 ولا 15 حتى 20 غرام، كيكون فيها 0.15 ولا 0 يعني فاصلة 0.7 ولا حاجه، يعني ماشي غير مضره، ولكن الا ترددت في اليوم لشربوها الناس 10 و15 مره. نعم فعلاش؟ لان تنشيط الجسم اكثر مما يلزم. فطبعا غادي من بعد غادي يعيا، سيصاب بعياء، ثم غادي يولي عندنا مشكل ديال الام الراس. انا هو المشكل ان الناس تبيو اليوم مدمنين على القهوه دابا الا ما شربتش كل عشيه. لماذا؟ لان هي غادي تنشط الجهاز العصبي، كتجري الدم، كتفتح هذوك الشرايين الشعيرات الداخليه في المخ في الجهاز العصبي، فكيمشي ذاك الالم اللي ما كنتناولوهاش كيرجع هذاك الاصل ديالو. طبعا كيبدا يحس الشخص بالالم، يعني الناس. نعم حتى الناس اللي ولاو عندهم هذا المشكل اللي كيسموه الشقيقه، معنى الشقيقه، كلمه الشقيقه جات من شق، انه كيضروا غير واحد الجهه ديال راسو. فعلا هذه هي اللي كنسميوها حنا الشقيقه. كاين اللي كيقول لك راه في مقدمه الراسيه، لا الشقيقه كنا من قبل كيفاش تتسمات، يعني تتعني شق الراس، ان اما كيضرك الجهه الحنك اليمين او الشمال، كيضرك غير واحد الشق ديال الراس ديالك. الناس اللي عندهم هذا الالم الراس الحاده فخصهم يحبسوا القهوه، ولكن يحبسوها تدريجيا بشوية. يعني على مسافه شهر، يعني على مده شهر باش يبقاو ينقصوا بشويه باش هذه. القهوه فيها كذلك الرماد، نحن نعني في المواد صناعه المواد الغذائيه، ونحن نعني علماء التغذيه في التركيب الكيماوي للاغذيه، نعني بالرماد الاملاح المعدنيه. ملي كنبغيو نديروا تقييم ديال الاملاح المعدنيه الموجوده في واحد الماده كنحرقوها، قد ما عطاتنا الرماد كثير قد ما كنعرفوا بان فيها املاح معدنيه كثيره. والقهوه فيها 4% ديال الرماد، يعني في املاح معدنيه كثيره جدا، كثيرة. يعني كالسيوم، فوسفور، حديد، كمانيزيوم، ولكن هذا الرماد كيكون فيه على الخصوص كالسيوم، ولي كيكون كيمثل يعني اكبر كميه ديال هذا الرماد هذا. فهاد المواد اللي فيها هي مواد غذائيه، هي املاح معدنيه فيها منبه ماشي مشكل، يعني الكافيين، ولكن فيها ماده مسرطنه يعني بنسبه ضعيفه، ماده مسرطنه ديال الكافيستول، فيها ماده الكافيستول هي ماده مسرطنه معروفه. ولذلك على الاقل محل مثلا الناس المصابين بسرطان، يعني الاطباء كينصحوهم ما يتناولوش القهوه من الاحسن، يعني نعم بحال البزار، بحال القهوه، بحال الاشياء اللي فيها مواد مسرطنه من الاحسن ما ياخذوهاش. حتى المواد اللي فيها مضافات غذائيه من الاحسن الناس اللي عندهم سرطان ومرض وتحت العلاج
ثقيل ان هذا العجاج الكيماوي ماشي سهل. فمن الاحسن يتفاداو هاد شراب القهوه، من الاحسن يتفاداو هذا. كاين اشياء اخرى، وهو كنعرفوا القهوه بان الانسان كيشربها على شكل شراب، كيطيبوها وكيشربوها عادي. ممكن القهوه قبل ما تتحمص ولا حتى تتحمص بواحد الطريقه ماشي تحرق، وممكن تطحن وتضاف الى مواد غذائيه اخرى، ليس هناك اي مشكل. تضاف الى جميع المواد حتى الخبز. الناس ما كيعرفوش هذا. انا اللي كنعرف كيضيفوها للحلوى. كيضيفوها للحلوات، هي منكهه، هي القهوه منكهه. نعم منكهه، لا تضاف الى الحلويات اللي كتهيئ في المنزل. حتى كعب الغزال وهذيك الحلوى ديالنا اللي كنصايبوا في الدار حتى ممكن نضيفوا لها. ممكن يعملوها بالتمر العجوه. نعم كاين ممكن تضاف للشوربه، ممكن تضاف للاشياء كثيره، المواد الغذائيه ممكن تضاف لها القهوه. هذه هي القهوه التي خلق الله، القهوه الطبيعيه، حبوب البن. لكن المواد الصناعيه الموجوده في السوق التي تباع باسم القهوة نحن لا نتكلم عنها، نحن نتكلم عن المادة التي خلق الله سبحانه وتعالى. فهي مادة خلقها الله، يعني تتغلق واحد الفراغ بسيط عند الإنسان، لأن عنده الإنسان عنده التغذية وخصو أشياء تنبو، خصو أشياء تنشطو، خصو أشياء هذا. والله سبحانه وتعالى خلق له هذا الكون متكامل فيه كل شيء، يكفي أن نحسن استعمال هذه الأشياء وأن نرشدها. ثم واحد معلومة قبل يعني استقبال المكالمات، من الأحسن القهوة ما يتناولوهاش الأطفال، من الأحسن. نعم مهمة. نعم لأنها ربما غادي تزعجهم في النوم. والأطفال لو كياكلوا مواد صناعية الآن يعني إلى زادوا خذوا قهوة غادي يولي عندهم مشكل آخر. فمن الأحسن النساء يتفادوا باش ماشي بس مكان للطفل ديال 8 سنين ولا 10 سنين يشرب شي مرة طاسة ديال القهوة ولا حاجة، ماشي مشكل. ولكن من الأحسن ما يعطيوهاش للأطفال الصغار، لأن غادي يولي عندهم مشكل ديال النوم وحتى المشكل ديال التحصيل. الأطفال اللي كيقراوا اللي كيحفظوا هذاك الشيء، كاين بعض الطلبة في الجامعة مثلا الآن تيشرب القهوة في الليل باش يبقى فايق باش يحفظ، هذا خطأ. خطأ لأن بعد العشرة ديال الليل والفوق ليس هناك برمجة في الجسم في المخ، والمخ الإنسان كيولي كيعمل بواحد 20%. اللي بغى يحفظ الدروس ديالو يصلي صلاة الصبح ويحفظ بعد صلاة الصبح مباشرة، تيكون الجهاز العصبي يعني مزيان، تتكون الجريلي المعدة تكون فارغة ويكون كل شيء. حتى مع الصباح إذا شرب قهوة وحفظ ما كاينش مشكل، يعني ما كاينش مشكل. إذا دكتور إلا سمحتي غادي نستقبلوا أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لطيفة مرحبا، الاسم الكريم. ربي يخليك. هذه معك أم إلياس من الرباط. أهلا أم إلياس، فضلي. كنشكر الأخت لطيفة، كنشكر معها الدكتور الفايد على المعلومات القيمة وعلى يعني بزاف الحوايج نورنا بها، الله يجزيه بخير عليها. موضوع ديال اليوم هو القهوة. وبغيت نعرف بان يعني المكونات ديال هذه القهوه، لان كنسمعوا بان هي مضره للصحه ومن غير بكونها احدى المنبهات. هذا من جهه. يعني كنلاحظوا بان القهوه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض القلب ولا عندهم قرحه المعده، يعني كينصحهم الاطباء ما ياخذوهاش نهائيا بصفه نهائيه. يعني شنو يعني اللي بغيت نسول الدكتور الله يجزيه بخير، هو يعني الاوقات يمكن نشربوا القهوه في الصباح ولا مورا الغداء ولا هذا ولا يعني في العشيه. هذا من جهه. واش هاد القهوه هذه عندها واحد المشكل مع خفقان القلب؟ لان مؤخرا يعني زرت واحد الدكتور وكان عندي المشكل ديال خفقان القلب، يعني في الاكتشاف بانها هي من القهوه، يعني نصحني باش نقطعها بصفه نهائيه. يعني بغض النظر على مشكل يعني النوم في الليل، ما كاينش نعس مزيان في الليل، مشكل في التركيز وهذا. وكنشكركم على هذا البرنامج. شكرا ام الياس على هذه الاسئله. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. نعم هذه معلومات يعني معروفة في الميدان العلمي. نعم. أن كما قلت أن الأطباء كيمنعوا هذا، ماشي غير القهوة، جميع المنبهات والمنشطات كيمنعوهم على الأشخاص اللي عندهم بعض الأعراض. هي القهوة عليهم باش نبسطوا للناس باش ما نقولش في التفاصيل كثيرة اللي غادا تجرنا الأشياء ربما ما نكملوش. أن القهوة كتمنع على الشيوخ أولا. الناس اللي عندهم 60 عام والفوق ما خصهمش يشربوا قهوة. ثم كما يعني قلت معلومه ديال الاطفال، من الاحسن الاطفال ما ياخذوهاش. لماذا؟ لان هذا كما قلت الجسم الى تنشط اكثر مما يلزم ولا خذ واحد الماده اللي غادي تغير لي الفيزيولوجيا ديالو، اللي من هذا ضربات القلب طبعا كتزيد. وحنا كنعرفوا على ان العكس ديال الدروغ، العكس ديال هذوك المخدرات هو القهوه، كدير القهوة. ولذلك بحال الناس اللي كيشربوا مثلا خمور في الغرب كيشربوا ملي كيبغي مثلا يفيق يصحى كيشرب قهوه، لأن هو شرب كحول ومن وراه منشط. فهنا
يعني الجسم كيعرض الجسم ديالو للخطر ديال جوج ضربات، الضربه ديال الكحول والضربه ديال المنشط. يعني هذه عاده. نعم هذا خطا، ولذلك هما عندهم الجهاز العصبي ديالهم كيشيخ بكثره. يعني حتى الاعمار مثلا دابا ديال الاعمار دابا ديال التقاعد عندهم في الغرب خصهم ينقصوا منها. ولكن الاعمار ديال التقاعد في المغرب في العالم العربي عموما كنشوفوا على ان الناس حتى ال 75 و 80 باقيين نشيطين، باقيين كيخدموا، باقيين كيركزوا، باقيين سميتوا عليه. علاش؟ لان هذه الاشياء هي تدخل في شيخوخه الجسم، واذا كان الجسم يعني كلما تعرض لصدمات وضربات هو يشيخ بسرعه. فهذا السيده جزاها الله خيرا. نعم الاشياء الاشخاص اللي عندهم اعراض ديال القلب هو الاول. نعم هذه ممنوع علم المنبهات. نعم ممنوع علم المنبهات. ثم الاشخاص كذلك اللي عندهم هذه الالام الراس الحاده اللي تكلمت عليها، الام الراس الحاده، واللي عندهم بعض الاعراض تتعلق بالجهاز العصبي ممنوع عليهم هذه المنبهات. كاين هناك بعض نشط مشروبات كانيطات، هادو مشروبات ديال بعض المشروبات المنبهه اللي كيتناولوها الاطفال وخصوصا الدول الشرقيه. يعني كيتناولوها لانها منشطات، وهذه المشروبات هذه ما فيها حتى شي حاجه، فيها اما الكافيين اما الطورين. كاين الكارنيتين، طورين، كافيين، هادو هما المواد اللي كيخدموا بها الصناع، كيصنعوا هذه. وهنا عليين الى بدا كيتناولها بكثره لمده طويله، لمده 5-6 سنوات، فالجسم ديالو ماشي غادي يعني غادي الوظائف كلها غادي تخرب، الوظائف كلها تخرب. ولذلك انا اتكلم كما قلت عن ماده طبيعيه خلقها الله، اذا تناولها الانسان في حدودها مع الصباح، مع الصباح واحسن وقت للقهوه مع الصباح. السائله الكريمه نعم. قالت لك الوقت اللي نشربوا فيه القهوه مع الصباح ولا حتى 12 ما كاينش مشكل، ولكن في المساء لا، مسألة أنها تزعج الجهاز العصبي، وحتى القضية ديال ضربات القلب، لأن الجسم في الليل في النوم أثناء النوم أثناء السكون الجسم اللي كيكون ساكن يجب على ضربات القلب أن يكون ضربات هادئة، وكذلك تنفس ديال الجسم كيكون هادئ أثناء النوم. فإذا خذوا الناس منبهات ربما الشخص يكون نائم ولكن ضربات القلب ديالو مازالين خدامين بنفس الحدة، فهنا كيكون خطر. يعني الأطباء الإخوان الأطباء كيعرفوا هاد الحديث هذا كيعرفوا. فهاد السيدة يعني علي الطبيب ملي كيلقى ضربات القلب ماشي هما هذوك يعني كيمشي مباشرة منشطات المنبهات، كيمشي مباشره للهذه، لان معروفه هذه القضيه هذه. كاين تاكيكاردي، هاد الزياده في عدد ضربات القلب كتجي بعض المرات من الترويد ولا من بعض الاشياء الخشي، وحتى المشكل الترويد في القهوه كتدخل حتى هي كذلك في تخريب ديال المراكز الهرمونيه في, 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 في الجسم. ولذلك كما قلت يعني في حدود، ان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بميزان وان يقدر كل شيء تقديره، فخاص الانسان ما يفوتش ذاك الناموس الكوني اللي خلق الله سبحانه وتعالى الاشياء. ما نظنش لا اظن انه يكون مشكل. السيده هذه من الاحسن تفادى القهوه، الا ما صبرتش وما قدرتش تبقى تشربها الصباح واحد شويه الصباح ومن بعد تبقى تنقص حتى تزولها، ولكن ممكن تفاداها يعني ممكن توقفها بدفعه واحده ما كاينش مشكل. دكتور هذا سؤال، والنساء الحوامل والمرضعات، نساء الحوامل والمرضعات والاطفال والشيوخ، هذو الناس اللي تحت العلاج، هذو كلهم خصهم يحيدوا القهوه، لانه هو الشراب ترفيهي ديال الناس اللي صحاح ولا عندهم الاعمار ديالهم من 20 حتى ل 40 ولا 45. علاش؟ لان هذا هو العمر النشط، لان يعني كيخدم كيتحرك كيركز كيدير هذا، الا شرب شويه قهوه وتكون قهوه طبيعيه لا باس، مره في اليوم يعني ماشي مشكل. انا في بعض الاحيان هذا يقع لي انا شخصيا، اشرب مثلا قهوه يعني كتكون كحله كنحس بالنعاس. على عكس على عكس نعم مش ما كتنشطنيش انا بعد هذه مجربه. ولذلك انا دائما اقول بان الاجسام لا تتشابه، نعم لان كل شخص خلق الله سبحانه وتعالى بمكوناته. انا ما كنشربش قهوه يعني ما عمرني في حياتي نطلب قهوه، ما كنشربهاش يعني علي، كنشرب شاي. كل شخص يعني احنا دابا غير جوج الناس مختلفين تماما يعني تماما، فخص الشخص دائما ما يتبعش الهوى ديال النفس ديالو، ما يربطش راسه بشخص اخر. نعم، وما يتاثرش بالمجتمع حيت الناس مثلا لابسين الاحمر نلبس الاحمر، ولا حيت الناس كيشربوا هذا نشرب هذا. هذا هو الخطا الان، لان كنسميوها الموضه، هذه الاشياء تسمى الموضه، وهذا تاثير المجتمع على الفرد هو الان حاصل 100%. يعني الويلات الان اللي كيعيشها المجتمع المعاصر هو المشكل ديال التاثر بالخارج، والشخص لا يعيش كما يحبه وانما يعيش كما يحبه يحب الاخرين. وهنا هنا علاش كيولي نفاق مع النفس، وهذا هذا منبوذ في الشريعه الاسلاميه، والاسلام جاء بقوه ليحد من هذه الاشياء، لان القران ملي نزل ما بداش بالاحكام، القران ملي نزل ما بداش بالاحكام، بدا بالتربيه. بدا بالتربيه وبالتدبر في ايات الله. القران المكي كله سلوكي، قران سلوكي. ملي تحسن السلوك ديال الشخص ويولي مؤمن وما يبقاش يدير بعض الاشياء، طبعا الاحكام غادي يطبقها 100%. ملي غادي يقول لي هذه راه حرام عليك غادي يقول لي امنا،
يعني. ولكن لو كان الاحكام نزلت هي الاولى حتى واحد ما يدخل فيه. هو يعني هما العكس ديال بعض الايديولوجيات. الايديولوجيات فرضت على الناس يامنوا اولا عاد تعطيهم ثانيا، اما القران لا، القران حسن السلوك وحسن المجتمع عاد فرض الاحكام. يعني فهذا تقاطع يعني يعني هذه الايديولوجيات هي اللي يعني بعيده كل البعد من الحقيقه الانسانيه ومن الناموس الكوني اللي خلق عليه الناس البشر. هذا النوم كثير من الناس اللي كيشربوا ماشي حتى الشاي، حتى الشاي لان الشاي في ماده التين، والشاي لا مقارنه مع القهوه. يعني الشاي الناس خصهم يشربوه بكثره، علاش؟ لان ماده التين هو ما فيش مواد مسرطنه، بالعكس في مواد حافظه من السرطان. وهذه ماده التين اسمها التين لان في الشاي، ثم سميت هذه الكافيين لانها كاينه في القهوه، والكافيين هي عكس التين. يعني العمل ديال التين ماشي التين كينشط واحد تينشط الجسم بواحد الطريقه بسيطه ومتكامله وطويله الامد. تين كالاجي نعم، ما كت ماشي عنيفه. الكافيين لا، الكافيين منشط منبه عنيف. يعني حال ما كتشرب القهوه كتوصل للدم صافي، ضربات القلب كتزاد وكتولي يعني الجسم ديالك خصك يعني خصك تخدم. الا ما خدمتيش، الا كنتي كتشرب القهوه وجالس هذه كارثه عاوتاني، يعني كارثه. ولذلك هذا ملي كتشربي القهوه كتحسي بارتخاء، هذا عكس ما يعمله المنبه. علاش؟ لان كما كتكوني مركزه بكثره يعني وصلتي لذاك الوقت اللي التركيز ديالك وصل للاوج ديالو، يعني كتشربي قهوه ولا كتشربيها بعد الاكل. لما تشرب بعد الاكل طبعا تتمشي هي مع هذا ليس فيه اي مشكل. غير الناس يتعاملوا مع القهوه كماده طبيعيه. كاين الناس ديال السكر قال لك بان كينصحوهم يشربوها باش يخفض لهم السكر. لا، ليس هناك اي شيء في القهوه يخفض، يعني هذا علمنا. يعني علي يعني سمعتها بزاف انا. انا لا اقول اعلم كل شيء، ولكن في علمي حول البن هذه القهوه ليس هناك شيء يحد من السكر. علي إن كل النبات جيد لاصحاب السكري، ولكن القهوه بالعكس، انا اقول العكس. يعني لماذا؟ لانها تنشط، نعم هي لما تنشط الجسم فطبعا تكون هناك حرق الطاقه كتجري الدم. اما انها تخفض السكر فهذا غير وارد. وهي داخله، يعني انا شفتها في بعض كثير من ماشي ابحاث غير مقالات، انهم كيتكلموا على هذا الحديث ديال انها تخفض السكر، ولكن الناس ما خصهمش يغلطوا. يسمعونا قلنا لهم راه تخفض السكر يبداو يديروا، لا حنا نكذب على الناس ولا نضلل الناس. هي ماده طبيعيه جيده، ربما ما تضرش اصحاب السكري. نعم لا تضر اصحاب السكري، تضر اصحاب القلب والشرايين، تضر اصحاب الجهاز العصبي، ولكنها لا تضر اصحاب السكري. يعني فرق ما بين لا تضر وما بين تعالج، يعني باش الناس نكونوا يعني نكونوا واضحين معهم ويسمعوا معلومه دقيقه جدا. اذا نحروا معنا واحد المكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم سعد. اهلا تفضلي. اختي بغيت نسول الدكتور الفيد عفاك على شنو هو الوقت المناسب لشرب القهوه، واش في الصباح، واش مورا الغداء، واش في الليل. وبغيت نعرف ملي كنشربها مثلا مخلطه كدير لي عسر الهضم. لا الا خديتها مع الحليب. الا خديتها مخلطه انا كتعجبني تكون مع الحليب. القهوه غالبه على الحليب. اذا كيكون القهوه اكثر من الحليب. نعم. ملي كنشربها كتدير لي عسر الهضم. نعم. او القبض كيجيني وانا ما نقدرش نتخلى على القهوه، لهذا بغيت نعرف شنو هو الوقت المناسب لشرب القهوه بلا ما تضرني بلا ديك الاضرار الجانبيه. فعلا. اذا شكرا للمستمع الكريم. شكرا بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. هو ليس الوقت هو المهم. احنا قلنا بان الصباح كيكون الجسم يتحمل هذه الاشياء. مع الصباح القهوه كتشرب في الصباح، كتشرب حتى ل 12، كتشرب حتى لجوج العشيه، يعني حتى بعد الزوال ماشي مشكل. ولكن في المساء وفي الليل لا، يعني هذه اشياء يعني الجسم هذه الفتره ديال الليل هي للسكون وليست للتنبيه ولا للنشاط. من الاحسن الصباح ومثلا مع ان الاخت هذه كتسال يعني عن يعني ما يمكنش لها ما تشربش قهوه. نعم تشرب قهوه ما عندها حتى مشكل، ولكن ونوع القهوه هو اللي مهم، ماشي الكميه ولا الوقت. يعني نوع القهوة، إذا كانت هذه السيدة كتشري حبوب القهوة وتطحنهم وتهيئ القهوة ديالها فمشكل، ما كاين حتى مشكل. لكن كتخلطهم كما الحليب هنا فين كيوقع لها عسر الهضم. نعم، لأن على حسب الجسم ديالها، على حسب النشاط ديالها والعمر ديالها والفصيل الدموي ديالها. فأنا أقول دائما بأن لا يمكن أن نطبق حمية أو أي شيء على البشر وكأنهم مصنوعين بآلة. يعني كل جسم عنده تفاعلات ديالو خاصين به، فلا يمكن ان يشبه جسم اخر. هذه السيده اذا كانت القهوه كتضرها مع القشده
اللي كتسمى كافي كريم، لكن يعني تبقى تخلطها مع حليب بلا قشده، لان الدسم ديال القشده كنظن هو اللي غادي يسبب لها انزعاج على مستوى الجهاز الهضمي. غير تتخلطها مع حليب خالي من الدسم اذا كان لابد او نصف دسم او تتناول القهوه هكذا. انا كنظن اذا كانت القهوه ديال الدار منكهه في هذيك الاشياء، يعني المغاربه كيصايبوها كيديروا فيها راس الحانوت، كيديروا فيها قعقله، كيديروا فيها اشياء. نعم هادو كاع اشياء كيديروا في القهوه كينكوا على الطريقه القديمه العتيقه القديمه المغربيه. ما عندهم حتى مشكل، الناس كانوا كيشربوا القهوه، والقهوه خلقها الله تعالى، يمكن كيهرسوا لها داك القوه ديالها. اما هاد السيده هذه، يعني هاد الاخت اللي تكلمت على واحد الامر خطير جدا، هو ان انا قلت بان أسوأ خليط هو القهوه مع الحليب. ف يعني الناس ما يقدروش، فعلى الاقل ما يديروش الحليب اكثر من القهوه، يديروا القهوه اكثر من الحليب. نعم، وما يكونش حليب دسم من الاحسن. والا دابا هذا المشكل ديال كافي كريم كانوا كيعملوها علاش؟ لان كاينوا الناس ما كتقطع لهم الشهيه، فكياخذ هذيك القشده، وهذيك القشده علاش كانوا كيزيدوها؟ كيزيدوها حيت كتعطي واحد النكهه ملي كتزيد على القهوه سخونه، كتعطي واحد المذاق. الناس كيبغيو فقط مذاق، ما ليس لا علاقه للتغذيه بهذه الاشياء. يعني علم التغذيه كيتبرأ من هذا الخليط هذا. فالناس ممكن يزيدوا واحد القطره ديال الحليب في القهوه، كنسميوه حنا مهرسه بالمصطلح المغربي، يعني يزيد واحد النقطه ديال الحليب، يكون حليب بدون دسم يكون احسن. ثم هاد يعني هاد السموميه ديال القهوه، علاش الحليب ما خصوش يتخلط مع القهوه؟ لان الحليب كيسرع هذيك المواد السامه في الجسم، لان طبعا لان حنا ملي كيكون عندنا تسمم كيشربوا الناس الحليب، بحال مثلا الناس اللي كيتعرضوا لتسمم دائم او لا يومي، بحال الناس اللي كيعملوا تلحيم الحديد، هذوك الصدور، الناس اللي كيخدموا في الورشات ديال التلحيم، والناس اللي كيخدموا مثلا في هذيك البطاريات، المعمل ديال البطاريات، والناس اللي كيخدموا في المختبرات بحال تقني المختبر، الناس اللي كيخدموا في المختبرات بالمحلولات المحاليه الخطيره، هذو كلهم خصهم يشربوا الحليب. لكن ليس اي حليب، خصهم يكون حليب طبيعي جيد. هذو خصهم يشربوا واحد الكميه ديال 200 حتى 400 ملي ديال الحليب في اليوم. علاش؟ لان هذاك الحليب يمتص هذيك السموميه اللي خداها الجسم اثناء النهار. وهذه احنا كنظن حتى عندنا في المغرب، هذه كان حتى الادارات ديال بعد يعني هذه كان هذا الشيء وارد، كانوا كيعطيو للناس واحد الوقت، كانوا كيعطيو للناس الحليب بالمجان باش لهاد الناس اللي خدامين في هذه الاشياء هذه. وهذا يعني هذا شيء راقي، شيء ديمقراطي، يعني شيء راقي. نعم، لهذا. فهنا غير باش نفسر لهذه السيده بان الحليب هو كي علاش كي ماشي كيزيد في السموميه، انما كيدور كيسرع هذيك الدوران ديال السموم في الجسم. فإلا تسرع كيخرج من الجسم، كيسرع علاش؟ لأن لا بقى يدور ببطء، غادي تخزن في الجسم. وهذه هي علاش يعني الآن علماء التغذية كيرفضوا هذا، إذا يعني مزج القهوة بالحليب. يعني القهوة هي شراب بنفسها، علاش غنزيدوا عليها؟ دابا هي الآن يعني سارية في العالم كامل، والخليط مع الشاي أحسن. يعني الحليب مع الشاي، الإنجليز هادو البريطانيين عندهم حليب مع الشاي. نعم، وحتى الهنود كيعملوا حليب مع الشاي. جيد. حليب مع الشاي يتجانس، يعني سبحان الله هكذا، يعني القهوة مع الحليب لا تتجانس. ولماذا يعني سارية في العالم كامل؟ نعم، سارية عاليا، هو اعتاد الناس هذه الأشياء، اعتادها فقط. هي مسألة سيكولوجية، مسألة اجتماع سيكولوجيا، ومسألة تدخل في تأثير الجماعة على الفرد. يعني كنسموه إيفي جروب. صافي، ملي كتدخل وكيحطوا القهوة بالحليب كتشرب القهوة والعليين. لا حطوا لا إلى 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 حطوا الشاي تشرب شاي فقط. فكيبقى الإنسان تيولي يعني تابع لهاد التربيه السوسيولوجيه ديال المجتمع، والسلوك اللي كاين ديال الناس كيفاش كيعيشوا في المجتمع فقط. الدكتور حدثنا عن هاد الدراسه اللي عملوها هاد الاستراليين، بان كميه قليله من الكافيين باستطاعتها ان تزيد من كميه الطاقه الموجوده في في الجسم. نعم، ولذلك انا تكلمت عن الحد. نعم، لماذا؟ لان هناك حتى النانو ثيرابي، واحد العلم جديد سماه النانو ثيرابي، معنى النانو هي واحد الشيء بس يعني لا وزن له. يعني النانو هي شيء اثر، يعني اثر. فهاد المكونات اللي كيخدموا بواحد الكميه قليله جدا اثر، على شكل اثر كيخدموا احسن. وكاين حنا كنا عملنا واحد الدراسه على لا بوتونسياسيون، معنى بوتونسياسيون كيكون واحد المكون يعني ماجور، كيكون واحد المكون في الماده الغذائيه اللي معروف وبتركيز عالي، ولكن ما يخدمش الا لكان معاه مكون على شكل اثر.
ملي كيتلاقى معاه عاد كيخليه يزيد كيحفزه في الجسم. المثال مثلا ديال هذيك الاحماض الطياره مثلا، هادو لي زاسيد فولاتيل، هاد المواد الطياره الموجوده في النبات، واللي كنسميوه حنا ديك الساعه كنا كنسميوه لي زويل ليسونسييل، هادو الزيوت الطياره الاساسيه. فهاد هما الان اللي كانوا واحد دخلوا في لاروماثيرابي، اللي دخلوا في العلاجات الان بهذيك الزيوت، هو خطا، لان يعني الله سبحانه وتعالى خلق ذاك الحد وذاك التركيز في ديك النبات باش ناخذوا النبات، لان معاه مكونات اخرى بدونها. الا قطرنا مثلا زعتر، ولا قطرنا الازير، ولا قطرنا واحد الماده وخدينا دوك الزيوت، كنقولوا خلينا الالكالويدات وبعض المواد الاخرى على شكل اثار، اللي بدونها لا تعمل هذيك الاشياء اللي خدينا، هذيك الماده اللي خدنا لا تعمل بدون هذيك الاشياء الاخرى، كتسمى لا بوتونسياسيون، هذه معروفه. وحتى الادويه عملنا دراسه مثلا على البينيسيلين، ملي كنديروا معها هذه المواد هذو، البينيسيلين كتخدم 100%، يعني كتحفزها هاد المواد، كتسمى بوتونسياسيون. دابا تسمات لا نانو ثيرابي، رجعنا هي نفس العلم، هو نفس العلم، غير الان دابا تسمى لا نانو ثيرابي، اللي ولاو الان كيراهنوا عليها الامريكيين والغربيين يعني مؤخرا، انهم خذوا واحد الماده من الزعفران مثلا، كاين مواد اخرى بحال التاكسول اللي كانوا خذوها كذلك من النبات من قبل، اللي بداو تيخدموا على لانجيكسيون، على الحقن ديال ديك الماده دي مباشره لبعض التورمات السرطانيه ولا بعض الامراض، كتحقن في الدم هذه الاشياء هذه، ما بقاوش كياكلوها الناس عبر الجهاز الهضمي، باش كتوصل يمكن بسرعه. نعم، هذه الدراسه اللي داروها الاسترالي، هي دراسه ذكيه، دراسه ذكيه، ولذلك اتكلم عن الحد في القهوه، لكانت بحد معقول هي جيده للجسم. عجيب. نعم هي جيدة، هي واقية للجسم، بالعكس هي واقية للجسم، الجسم ما كيبقاش يعرف عيا. علاش نقولوا مضرة؟ نعم، لا هي ليس، لا نعم، هذا هو المشكل. نعم، فإذا كان الحد هذا هو يعني الخاصية ديال هذا البرنامج، يعني أن كنعطيو معلومات دقيقة وكيفهموا الناس فعلا. وما كيلاش يبقاو يقولوا سمعتك وسمعتك، يعني هذه المسائل اللي كنتكلموا عليها حنا هي عصارة ديال الأبحاث، وهي كنقولوها بتقوى الله، ليس لدينا اي غرض ولا اي، لا نبتغي الا وجه الله. فطبعا ملي ما كيكونش وراها واحد مساله تجاريه ولا وراء سميتو عليه، فنحن لا نبتغي الا وجه الله، ولا نبتغي الا خدمه هذا الوطن، لاننا من ابنائه. فاذا كان الحد اللي بغاه الله سبحانه وتعالى التوازن في الكون، كل الاشياء طيبه، كل الاشياء جيده، ملي كتزيد على الحد ديالها شي، حتى البزار واخا فيه ماده مسرطنه فهو منشط كذلك، البزار كيسخن، اللي كنديروا نص ملعقه صغيره نكهو بها، فالماده المسرطنه تتختفي، ما كتبقاش غير الناس ما يتخلعوش، ما بقاوش يعني يترعبوا من هاد الاشياء. لكن الذي يرعب الان هي المواد المستحدثه، وليس المواد التي خلق الله، المواد الصناعه المستحدثه اللي صنعها الانسان بيده، ولا كيضيفها المواد باش يغلط ذاك المذاق ديال الانسان، ولا يغلط هذيك الرائحه والنكهه ديال عند المستهلك. لان الان النكهه والمذاق اللي كناكلو في المواد الصناعيه هي مذاق ونكهه كاذبه، نكهه كاذبه ومذاق كاذب. بحال ديك القهوه اللي تحدثتي قبيله عليها بانها مصنعه، ديك القهوه اللي دائبه، هي القهوه الدائبه كتسمى هكذا، القهوه الدائبه خطيره. علاش؟ هي مصنوعه من القهوه، علاش؟ لانه هي الاكستراكسيون، ما كيخرجوا الماده القويه ديال القهوه اللي كذوب باش ما يبقاوش الناس يصفيو، باش تكون سهله الاستعمال. والصانع ديما كيمشي للاشياء اللي، علاش؟ لان المستهلك هو اللي باغي هادشي، المستهلك باغي واحد الحاجه يحلها يديرها في الماء ويشرب، الصانع حضرها ليه، ولكن لا يمكن ان تصل عند المستهلك بدون مواد حافظه، لان الصانع ما يمشيش يضيع فلوسه يعني. فهنا خصنا نلقاو الحل بين هذه الاشياء، ولذلك قلت لا، حتى اذا اضطر الشخص يشرب واحد القهوه لانه خارج البيت ديالو او مسافر او شيء، شربها مره في الشهر ولا شي حاجه، ما ليس هناك اي مشكل، ولكن باش الشخص يبقى يشرب 25 فنجان او كاس ديال القهوه المصنعه في اليوم، فهذا الشخص لا يمكن ان لا يصاب بامراض، لان الان في امريكا قضايا في المحاكم بعدد لا يحصى ضد هذه الاشياء هذه، ومن هذه القضايا من بت فيها. بعلاج، لان الصانع لا ينكر، تيقول لي ما انا كنصنع هذا الشيء وعندي رخصه وانا الين، ولكن المستهلك هو مسؤول عن صحته. فانا كنقول غير الناس ما يزيدوش على الحد، ما يكونش افراط في تناول هذه الاشياء، لان لا يعقل باش يشرب الانسان 25 فنجان في اليوم ديال القهوه، هو القدر اللي حدوه العلماء للسرطان، لان الناس اللي كيشربوا 25 يعني فنجان كيتصابوا، هذه يعني التجارب اللي جرات على الفئران والقوم، ان ماشي 25 يعني تقريبا كاين مثلا من 10 حتى ل 25 ماشي، فكاين الناس اللي غادي يتصابوا بالسرطان اقل باقل. علاش؟ لان ماشي غير القهوه، اما العلماء داروا تجارب على الفئران غير بالقهوه، ولكن القهوه الا زادوا معها مواد مسرطنه اخرى، فكما كتبقاش 25
فنجان كيوليو غير 5 فنجانات في اليوم، الا تزادوا عليه مواد اخرى كيوليو خايبين مسرطنين. فلا عليين القهوه كتباع حبوب. الناس باقيين الحمد لله المغرب باقي العيالات كيشقاو باقيين كيعرفوا لهاد الاشياء. وحتى التحضير ديال القهوه ماشي شي تحضير ثقيل، واخا تجي المراه عيانه من الخدمه وكذا ممكن تاخذ هذيك القهوه تطحنها هي، ما خصهاش تكون مطحونه، من الاحسن يكون طحانه في الدار احسن باش نطحنوا غير ذاك القدر اللي غادي نستهلكوا، لان هذيك المواد المنكهه ديال القهوه كتمشي. ولذلك الصانع الان على الباب سوفيد يعني تحت الضغط، علاش باش تبقى حافظه على الطراوه، ولكن ملي كنفتحوا ديك العلبه خاصها تستهلك في اقرب وقت، اقرب وقت او ايام 4 ايام ولا دار في الثلاجه ان شاء الله باش ما تتفقدش هذوك المواد المنكهه. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. السلام عليكم. وعليكم السلام لله. هل الاسم الكريم؟ منى من باريس. اهلا منى من باريس، شكرا على هذا البرنامج القيم والمفيد. اهلا بك. سؤالي هو الدكتور فايد، هو عندي جان بروبليم ديال لي بورتونسيون، وكيقولوا لي بان يمكن ناخذ القهوه كحله. هذه من جهه، وجهه اخرى عاود كاين عندي لافامي كلشي كيشرب القهوه سون سكر بلا سكر. هذا هو السؤال يعني. جزاك الله شكرا جزيلا. تحية من باريس. تحية طيبة لكل يعني الجالية ماشي المغربية انما الجالية العربية المسلمة بباريس وبكل الدول، لان كنعرفوا باننا معنا مستمعين من كل دول العالم. غير باش ننبهوا هاد السيدة هذه نقول لها راه يعني احنا مفكرينكم، رحنا عايشين معكم يعني، واخا عليا كيف ما كان الحال ما نساوش ولادنا فرنسا معروفه بال، ما نساوش ولادنا المغرب ما ينساش ولادو يعني في العالم كله. فهاد من الاحسن تشرب بلا سكر. نعم من الاحسن. لماذا؟ لان فرنسا مشهوره بالقهوه. نعم على الاقل عندها قهوه جيده، عندها جيدة. انواع جيده ايطاليا وفرنسا يعني هي كتنتقي القهوه في السوق العالميه كتنتقي قهوه جيده. فغير هاد السيده هذه تحاول تشري قهوة حبوب، راه كاينين محلات في باريس وفي كل المدن الفرنسية في بوردو في ليون كاين محلات خاصين بالقهوة تشري قهوة حبوب، ولا كان عندها الطحانة في الدار. هي قهوة كتباع في لي سوبر مارشي كلهم كتباع فيهم قهوة حبوب على فئة ديال 2 كيلوغرام. كاين واحد الصاك تيشريوه من تما فيه 2 كيلو القهوة يقدوها يعني تشري، وكاين أنواع ممكن تختار لأن هما دايرين المزيج ديال الأرابيكا الروبيستا وهذاك الشيء، تختار القهوة اللي بغات. وكاين عندهم حتى أنواع معها حبوب أخرى يعني هذا. فعندهم هما حريه في التجاره، وهذا شيء جيد شيء جميل. انك اللي بغيتي تلقاها، بغيتي القهوه الصناعيه موجوده، بغيتي القهوه حبوب كاينه يعني هذا شيء. حتى الحليب كاين الحليب خضر، حليب طازج كيتباع عندهم هما. هذه الحريه ديال المستهلك عندهم يعني تحترم جيده، هذا امر جميل جدا. ممكن هذه السيده هذه اللي كانوا العائله ديالها، طبعا مش غير العائله ديالها، طبعا كلشي كيشرب قهوه في اوروبا ما كيشربوش الناس بزاف اتاي ماشي بكثره خصوصا هذا السكر. نعم هي احسن على الاقل تحيد ديك المشكل ديال السكر على الاقل. هي جيده بدون سكر يكون احسن. ثم هذه السيده عندها هايبرتونسيون، ما يعني القهوه ما تضرهاش يعني، مالي ليبرتونسيون ما كتضرهمش القهوه، ماشي عليا ماشي كثير، ممكن تشرب شويه القهوه يعني. القهوه ما كتشربش نص ليتر، كتشرب قطره القهوه ماشي مشكل. ثم كتشرب مع الاكل ولا على مائده فارغه ما كيكونش مشكل. هذه السيده اللي عندها ولو انها تكلمت بالفرنسيه ما عندناش مشكل، احنا الناس يتكلموا بالفرنسيه بالانجليزيه بالاسبانيه ما عندناش مشكل، لان الغايه من البرنامج هو اننا نوصلوا للناس معلومه يعني من هذا المنبر هذا. واذاعه محمد السادس راه كتكلم بكلش اللغات بما في ذلك الامازيغيه. علاش؟ لان الغايه ديال هذه الاذاعه هي توصل للناس معلومه جيده صحيحه، ويكون كلمه اعلام، لان الاعلام ما كيرتبطش بلغه معينه، كيرتبط بجميع حتى اللهجات اللي كيتكلم بهم يتكلموا من الناس. هذه السيده عندها ليبرتونسيون، ولو انها فرنسا ما تظنش بان راه في بلد مثلا متقدم صافي راه يعني غادي تامن بهذوك الناس. كاين اخطاء طبيه في العالم كله حتى في فرنسا. غير الله يجازيها بخير هذه السيده، من الاحسن ما تاخذش المواد الحيوانيه، ما تاكلش اللحم. نعم ما تاكلش اللحوم واجبان، لان ليبرتونسيون عندهم مشكل مع الدسم، تحيد اجبان ومواد حيوانيه، وتاكل سمك اللي عضو العظم، الحوت اللي عضو العظم، تاكل سمك. وحتى اللحوم الا كانت مره في الاسبوع ولا حاجه ما يضرهاش، غير هو تاكل اللحم كل نهار لا. فهنا الناس ما كيعرفوش، يعني كيبقاو ياخذوا الاقراص ديال ليبرتونسيون وكيبقاو ياكلوا الدسم والملح. إذن الجسم كيولي بين قوتين، قوه كتخفض الضغط، قوه كتطلع الضغط، فطبعا الكليه تما كتمشي كتعيه. فهنا هادو هما اللي خصهم يفهموه، ولو ان السؤال حول القهوه لهذا هذا ليبرتونسيون يعني هذا ارتفاع الضغط، من الاحسن يحيدوا الدسم. اللي عنده الضغط منخفض ماشي مشكل، هو بعدا ماشي مشكل، لان ليبرتونسيون هي اللي مشكل، ولكن ليبرتونسيون خاص غير الناس يتحركوا، خاص الحركه
مالي ليبوتونسيون خص الحركه. علاش؟ لان هذيك ليبوتونسيون كتجي من نقصان الاكسجين، ملي الناس ما كيتحركوش طبعا، قد ما تحرك الشخص كيدخل الاكسجين للجسم ديالو، ملي ما كيتحركش طبعا كيكون جالس، يعني ما كي الجسم ديك الحركه ديالو كتكون بسيطه، فطبعا الدوره الدمويه كتكون هادئه، كيوقع ايبوتونسيون. بحال النساء اللي كيخدموا مثلا الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس الجمعه كتكون لا طونسيون مزيانه، ملي كيريحوا السبت والحد ما كيخرجوش في الديور وكيصبحوا ناعسين وما كيخرجوش ما كيتمشاوش نهار الحد على الخصوص، النساء كلهم كيكون عندهم ايبوتونسيون كلهم. علاش؟ لان ما تيخرجوش من الديور ما كيتحركوش، فخصهم يتحركوا مالي ليبوتونسيون يتحركوا. ويعني ما نظنش ما ماشي مشكل ليبوتونسيون، ليس هناك مشكل في هذا. القهوه ما يمكنش ترفع هذا الضغط؟ لا ما نظنش، لا ليس خطر. ومن الاحسن انا يعني انصح من الاحسن ما يكثروش قهوه ولا ما يشربوهاش مالي ليبوتونسيون، ولكن اذا كانوا يعني مدمنين ما يكثروش القهوه وهي بدون سكر جيده، هي بدون سكر جيده. يعني علاش؟ لان السكر على الاقل غادي تنقص واحد واحد الاداه ديال هذاك يعني السكر الابيض، هذا امر جيد. غير هذه السيده هذه اللي سالت، فهذا يعني نحن نجيب ونحاول نفيد الناس، ولو ان يعني انا سمعت كلمه ايبرتونسيون عارف بان الناس ما عارفينش بان ما خصهمش ياكلوا اللحم، هذه عارفه خصهم خاصها تنقص ملحه، خاصها تنقص ماشي تحيد الملحه، غير تنقص الملح، دير نص دومي سيل وتحيد توسكي غرا يعني لي فروماج اي لي فيوند. ملي كنقول نعم ملي كنقول لحوم بما في ذلك الدواجن، لان يعني عندهم في فرنسا حتى ديك الرومي والمسائل هذه، يعني هذه الدواجن الاشياء اللي ما فيهاش دسم فيها الاوميغا 3 هي سمك. السمك ممكن يتناولوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. دكتور ايمان مزاحم مخرجة البرنامج تشير لي بان كثرت المكالمات في هذه الحلقه، خير ان شاء الله، لان القهوه هي اللي جذبت المستمعين. اذا ناخذ مكالمه موجوده ياك ايمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم. الاسم الكريم. نزهه من مكناس. اهلا نزهه من مكناس، تفضلي. شكرا بعدا على هذا البرنامج الشيق، بارك الله فيك. الاستمراريه والدوام. لخليك بغيت نسول الدكتور. عندي واحد الوالده مسنه ومدمنه على القهوه، تبغي القهوه تشربها لدرجه انها في الصباح تبغي فطور القهوه كحله. وانا تنطر باش نهرسها لها بشويه ديال الحليب. واش هاد القهوه عندها تاثير كثير على الصحه ديالها؟ معايا هي اصلا مسنه. يعني وما تتنوض ما تتحركش، يعني الا ما نوضتش ما تتنوضش، لما في كيفاش ما تفيقش. يعني واش بغيت نسول الدكتور واش هاد القهوه عندها شي تاثير على الصحه ديالها ولا شي مضاعفات؟ اكيد اكيد عندها تاثير، غير كيفاش غادي تتعاملي مع هاد السيده. وحنا كنعرفوا بان المنشطات والمنبهات هاد الاشياء اللي يعني هذه القهوه مثلا انها كتنقص حتى من الشهيه. يعني كنلاحظوا على ان الناس ملي كيشربوا القهوه ما يعني الشهيه ما كتبقاش عندهم. ثم ان هاد السيده مسنه كتقول بان ما تقدرش تتحرك، وهي يعني القهوه كتزيد ضربات القلب، هاد السيده غادي يكون عندها مشكل. وما يعني انا 90% هاد السيده غادي يكون عندها الام راس الحد، 90% غادي يكون عندها الام راس الحد، لان لا يمكن. علاش؟ لان هذه غادي يبداو دوك الشعيرات كيتصلبوا في المخ، ملي مع السن مع تقدم في السن كتكون واحد السكليروز، يعني هذوك الشعيرات ديال الدم ودوك الشرايين الصغيره كتبدا تقصح شويه، كتبدا تصلب، ما كتكونش واحد الدوره الدمويه، داك الدريناج ديال الدم في الجسم ما كيبقاش جيد عند الناس المسنين. هذه معروفه. ويعني خصهم يتحركوا اولا. علاش؟ لان هذا المسن لما تحركش الدم ما يوصلش ليه كاع الاطراف ديالو. كنلاحظوا على ان الاصابع ديال الايادي والرجل الرجلين كيكونوا منفوخين. علاش؟ لان هذو هما اللي بعاد من القلب. فطبعا كيوصل الماء، الماء ما كيرجعش وكيحبس الدم باش يوصل، ما كيكونش ايري، الاكسجين ما كيوصلش للصبعان، كيتنفخوا كيزراقوا. الطبيب يضطر يقطعهم، لان لما قطعهمش تكون كارثه، كيضطر. وكاين الناس اللي كيتنفخوا لهم هذوك مع السكري، صحاب السكري هما اللي كيوقع عندهم هذا المشكل هذا. ولذلك حنا كنصحاب السكري بجميع النصائح اللي كتعطى في العالم، اول نصيحه لصحاب السكري هي الحركه. الحركة، أصحاب السكري لما تحركوش ليس هناك نظام غذائي يصلح له. الحركة نعم. لماذا؟ لأن هذا الأكسجين خصو يوصل جميع المناطق. ثم الدورة الدموية عند أصحاب السكري ملي كتكون جيدة كتحرق، يعني تركيز السكر كيكون جيد في الدم. ماشي بالضرورة تكون رياضة عنيفة ولا يجري ولا حاجة أبدا، غير يتحرك، يطلع في الدروج، يمشي للخدمة، يتحرك في الخدمة، يتحرك في العمل، في المنزل، العيالات يشوفوا ديورهم، يشقاو شوية حاجة، صافي، غير يتحرك الحركة العادية اللي ارتضى الله سبحانه وتعالى البشر. فهذه السيدة حتحاول ما أمكن تتعامل معها بلطف، عوض ما تعطيها طاسة، يعني واحد الفنجان كبير تعطيها فنجان صغير،
وتخفض لها التركيز القهوه، ما ديرش لها قهوه مركزه وما تعطيهاش قهوه صناعيه، تعطيها قهوه ديال الحبوب، شري الحبوب طحنهم وتصايب لها القهوه ديال الحبوب، على الاقل غادي تنقص واحد 50 ولا 60% ديال دوك الاشياء اللي غاديين ياثروا يخليوا القهوه تاثر أكثر. اما الا عطاتها قهوه طبيعيه جات الحبوب وطحنتها ودارت لها تركيز بسيط، لان نفسيا هذه المراه هذه نفسيا مع الصباح خاصها القهوه، لما عطاتهاش القهوه غادي تقلق. علاش؟ لانها مدمنه والمدمن ممكن ينفعل، فتحاول تشري لها قهوه طبيعيه وتخفف لها القهوه الصباح، ماشي بالضروره تزيد الحليب، غير دير لها قهوه خفيفه، وربما غتبان لها القهوه ماشي كحله وراه غادي تتقلق. يعني تحاول ما امكن تزيد معها حتى بعد الحبوب الاخرى بحال الشعير، الحمص، هادو تهما حبوب كيعطيو للقهوه واحد المروره، واحد النكهات، هما كيزيدوا في النكهه ديال القهوه. ان شاء الله ما نظنش يكون اي مشكل، ما تخافش هاد السيده، ما تخافش، غير تحاول تتعامل مع الوالده ديالها هكذا، دير لها قهوه حبوب طحنها لها وتصايب لها قهوه مع الصباح، وتحاول ما امكن تعطيها قهوه خفيفه، بالعكس خفيفة. ما تكونش قهوه مركزه، ما تكونش قهوه صناعيه. هذه السيده هذه ما تعطيهاش قهوه صناعيه، ما تعطيهاش قهوه صناعيه، نعم، لان القهوه الصناعيه مركزه كتكون فيها ماده الكافيين، ويعني ليست بحال القهوه ديال الحبوب ملي كنطيبوها في الغلايه. نعم فعلا كامل الأسف. إذا دكتور غادي ناخذ آخر مكالمة تشيري لإيمان في هذا اللقاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. معك العربي من مدينة الرباط. أهلا السي العربي، تفضل الدكتور معك. شكرا. أنا بغيت غير هنا ندير مجموعة من الاستفسارات. نعم. فيما يتعلق بموضوع ديال القهوة. السؤال الأول أو الاستفسار الأول، كاين حديث عن يعني حديث متضارب في الحقيقه عن منافع ديال القهوه، وفي السياق الاخر يعني كاين حديث عن المضار ديال القهوه. نعم. تنقول بان من المضار ديال القهوه انه ربما المستهلك ديال 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 القهوه بكثير معرض للاصابه بمرض السرطان. نعم. ولكن في الاتجاه الاخر هناك حديث بان الناس اللي يعني تيشربوا مثلا كوبين من القهوة في اليوم عندهم احتمال بأنهم يعني ما غاديش يتصابوا بالسكتة القلبية في طيلة العمر ديالهم. يعني هذا الحديث المتضارب بين المنافع والمضر، بغينا انه يعني واش هي في الحق ضرر ولا ما ضررش، وشحال من الكسب يعني الانسان ممكن ياخذوا في اليوم ديالو. كذلك يعني كاين القهوة التي تقدم في العلب، يعني القنينات الصناعية. أنها تتوفر على مادة مستخلصة من شحوم لحم الخنزير أم الكلام يعني ماشي صحيح. كذلك سمعت بأن هناك يعني أنواع كثيرة من القهوة. سمعت بأن بعض المتخصصين في هذا الميدان يتحدثون عن أن القهوة العربية كوفي أرابيك من أجود أنواع القهوة الموجودة في العالم. فعلا. كذلك هذا استفسار. يعني الآن الدول المغاربة يعني وخصوصا في رمضان يقتنون القهوة من الدكاكين إلى آخره، ولكن مع إضافة بعض التوابل. يعني أريد أن أتكلم مع المنسيمات. نعم. الإضافة الصحية ديال لها التوابل مقارنة مع القهوة اللي كتخد هكا معلبة. ثم كذلك القهوة اللي كتخد في المقاهي. يعني النص المهرسة إلى آخره، هذه الأنواع تمنع. يعني ما هي النوع الذي يمكن أن يستفيد منه الجسم أكثر؟ لأن هناك مثلا القهوة اللي كنخلطها مع الحليب ربما تيقول بأنها رخصة يعني 7 سوايع باش كيقدر الجسم يفصل بين مادة الحليب ومادة القهوة. يعني جزاك الله خير. جزاك الله خيرا سي العربي، بارك الله فيكم. سي العربي لخص لنا تقريبا. نعم. ما قلتم يا دكتور في البرنامج، ولكن كاين اللي انا اثار انتباهي هو تلك القهوه الصناعيه التي في القنينات، هل اضيف اليها؟ نعم. يعني ولكن هذا الحديث انا كنت عليه احنا تقريبا من اللي بدينا وحنا كنتكلموا على هذا التضارب بطريقه غير مباشره. هناك يعني الناس كيقولوا بانها خطيره، وكما قلت لك ان هناك قضايا كبيره وكثيره جدا في امريكا مثلا الان امام المحاكم. يعني ملي كتوصل القضيه امام المحاكم طبعا كيكون ضرر، لان باش غادي هذا السيد يسجل دعوه وكيسجل بضرر وكيسجل ضد الشركات الكبرى اللي كتدير هذا الشيء. فعليا هو كاين تضارب في هذا الحديث، ولكن نحن كمسلمين لا ننكر خلق الله. فهذا قوي، لا يمكن ان ننكر القهوه، ان الله سبحانه وتعالى خلقها.
لكن هناك عندنا احنا في الإسلام عندنا الترشيد، الله سبحانه وتعالى علمنا الترشيد وعلمنا عدم الإفراط وعدم الإسراف في الأشياء هكذا، ثم علمنا كذلك عدم تغيير هذا الخلق، لأن ملي كتصنع وكنضيف لها مواد ما كتبقاش ذاك الخلق اللي خلق الله. ولذلك وضحت أنا في الأول ديال هذه المداخلة أن نحن نتكلم عن القهوة التي خلق الله، حبوب البن المعروفة، شجرة القهوة معروفة اللي الناس كيقليوها هما يقليوها في الفراح وذاك الشيء ويشربوها، هذا معروف، شراب معروف. الآن هذه القهوة ملي كتصنع، أنا تكلمت على هذه الأشياء هذه، تضارب الحديث بعدها، هو الناس ملي كيكثروا القهوة، ماشي غير القهوة، جميع الأشياء ملي كيكثروا منها، خصوص الأشياء اللي ماشي غذائية، الناس يكثروا من الخبز، يكثروا من القطاني، يكثروا من الخضار، يكثروا من الفواكه، ما كاينش مشكل. ولكن هذه الأشياء هذه خلقها الله للترفيه. الأشياء ملي كتكون للترفيه كتكون للترفيه، كيشربها الناس الإنسان مرة في النهار ولا مرة في الأسبوع ولا ملي كيكون مع شي حاد، هذه كتسمى الجسم لا يحتاجها، بعد اولا الجسم لا يحتاجها، ولكن الله خلقها سبحانه وتعالى لهذه المواقف، هي اشياء ترفيهيه كتكون مريح مع واحد، فالله سبحانه وتعالى خلق لك شي حاجه اللي تكون تشربها، شاي، قهوه، اي شيء، حتى فواكه جافه. الله سبحانه وتعالى نظم حياه البشر، ويعني ولم يترك شيء، يعني كل شيء، ولا حتى يعني الان كما قلت لك هو ولا شراب اجتماعي، ولا شراب اجتماعي سوسيولوجي محض، مابقاش في هذا. فهنا يعني غير فيما يخص العربي الله يجازيه بخير، يعني فيما يخص تضارب الحديث، فاذا كان قهوه صناعيه وكثروا منها الناس، نعم اشياء ثابته الان في البحث الامريكي حول على حيوانات المختبر، فهي ماده يعني فيها ماده مسرطنه ومسببه، اذا الناس اقتنوا قهوه طبيعيه وصيب عدلوها في ديورهم يعني بطريقه حضروها بطريقه المغربيه، ليس هناك اي مشكل، ويكون استهلاك ديالها قليل. نعم ليس هناك اي مشكلة، هذا باش نوضحوا للناس. ثم المنتوجات الخنزيريه، هذا الحديث كان تار يعني تسمع وكان اثير هذا الحديث، نحن لا نسكت عن اي شيء، ولكن نوضح للناس الاشياء باش ما يكونش واحد يعني يعني هذا ما يكونش غلو ثاني، وما يكونش واحد الحقيقه اللي خاصها تخفى على المستمع الكريم. هو الاشياء ماشي غير القهوه، جل المنكهات الان هي منكهات موجوده في السوق، وكاين منكهات الان كيشريوهم النساء الان من عند مول الحانوت وكيديروهم هما في الحلوى، وهي منكهات من الخنزير. لماذا؟ لان مع ظهور جنون الابقار ليس هناك جيلاتين في السوق الدوليه الا جيلاتين الخنزير، وهذه حتى المجمعات الفقهيه كانت اثيرت المشكل ديال دوك لي جيلول ديال هذوك الادويه اللي كتعلب في الجيلاتين، وفتاو بانها دخلوها في فقه الاستحاله ديال الشيخ ابن تيميه رحمه الله، رغم انني اقول لا تدخل في فقه الاستحاله، هذا رايي وانا حر فيه، يعني الجيلاتين ما تغيرتش، لان فقه الاستحاله خاص الماده تحول، مثلا الشيخ ابن تيميه يقول لك عظام الخنزير اذا احرقت واصبحت رمضان رماد فهي تحولت من ماده الى ماده، كانت ماده عضويه ولات ماده معدنيه، فهنا فقه الاستحاله نعم. اما الجيلاتين ماشي حيت استخرجت من هذوك الغضاريف ديال الخنزير وتعملت تتعلب في هذوك الادويه، راها تحويه لم تتحول، غير صبغت هي لم تتحول فقط، هي ما زال جيلاتين. ولذلك حتى هذه الاشياء هذه فالعلماء رحماء بالامه تقول لك ما يمكنش احنا غادي نمنعوا هذه الماده والناس غادي يتضروا، لان الدواء لا يمكن ان يصل للشخص الا على هذا الشكل، فافتوا بايجازها يعني جوزوها، ما كاينش مشكل، وما كنظنش القهوه فيها هذا هو المشكل، يعني القهوه كما قلت ليس هناك حتى هذه القهوه اللي كاينه اللي كتكون مطحونه وتحت تحت الضغط ولا شيء، بعض انواع القهوه الدائبه ماشي كلها، بعض انواع القهوه الدائبه اللي الصانع مضطر يزيد بعض المواد لسيتين جيلاتين او اشياء هكذا باش يحفظها، نعم لان ما عنده ما يدير كما قلنا هنا عليا، وهذا امر خص الصانع يوضح، لان ما نقدروش حنا نحكموا هكذا على الناس، لا يمكن، خاصنا نتاكدوا بان هذه المواد كاينه، فان كانت فهي مواد اتيه من الخنزير، الليسيتين والجيلاتين هي ملي حتى الكراكينان هذو معروفين على انهم جايين من من من, من الخنزير، والصناعه الدوليه الان تعترف بان لا جيلاتين في السوق الدوليه الا الجيلاتين الخنزير، هذه خاص الناس يعرفوا هذه علاش، لان حان الوقت باش المستهلك يعرف جميع الاشياء اللي كتوصل للجسم ديالو، لان نعم دكتور كنتمنى من الناس انهم يشربوا القهوه، والقهوه طبعا الا تحمصت او طحنات في البيت كتكون جيده، مع اضافه تلك المنكهات اللي كانوا كيضيفوها جدادنا، فالقهوه طبعا جيده، وما غادي يمكنناش نشربوا اكثر من فنجان او فنجانين في اليوم، هذا طبيعي، وكنتمنى الناس انهم ياخذوا بنصائحك القيمه دكتور في هذه الحلقه. اشكر